دائرة تنمية الشباب هي جزء من بيت الشرق وجمعية الدراسات العربية، أسسها المرحوم فيصل حسيني في عام 1999، وكان الهدف وراء تأسيسها خدمة قطاع الشباب ومؤسسات الشباب في القدس. وكانت رسالتها جزء من رسالة بيت الشرق، وهي الحفاظ على الهوية القومية والوطنية والثقافية للشباب في القدس كجزء من دعم صمود الفلسطينيين والمقدسيين في القدس. حاولت دائرة تنمية الشباب منذ بدء تأسيسها العمل على خدمة قطاع السكان في القدس. واحدة من أهم البرامج اللي بتشتغل عليها دائرة تنمية الشباب هي برنامج التمكين الاقتصادي. هذا واحد من أهم البرامج اللي عماله بيشتغل على استهداف الأسر المقدسية والشباب بالتحديد، بحيث إنه نحاول نأمن للأسر اللي بتعاني من وضع اقتصادي سيء، إما وظائف إنها تنخرط في يعني تنخرط فيها، إما نحاول إنه نأمن لهم مشروع صغير يقدروا من خلاله إنه يكون في لهم دخل شهري. أول ما روان لما عرفت عن المشروع أول إشي كانت ردة فعلي أفكر كيف إنه أنا بدي أحمل مسؤولية كبيرة. هاي أول إشي إنه فكرت كيف أنا بدي أبدأ بصالوني، كيف رح أعمل ديكور، كيف رح يزبط. بحب أشكرهم لأنهم هم وقفوا معي وساعدوني وحققوا لي هذا الحلم اللي أنا كنت أحلمه من وأنا عمري 18 سنة. مشروع تعزيز التنمية الصحية للشباب بمنطقة القدس هو من أجدد المشاريع اللي عمالها بتنفذ فيها دائرة تنمية الشباب حالياً. يستهدف المشروع الشباب المقدسي بشكل أساسي، بيهدف إلى تعزيز التنمية الصحية لهدول الشباب اللي يفتقروا بهذه الفترة من الزمن، يفتقروا إلى النشاطات، إلى الحياة، نمط الحياة السليم. بالأساس عم نستهدف ثلاث مناطق اللي هي منطقة شوفاط، منطقة العزرية، ومنطقة القدس أو البلدة القديمة، بهدف تعزيز التنمية الصحية للشباب بهاي المناطق. بالأساس هدف التوعية لموضوع المخدرات اللي هو عن جد الموضوع اللي كتير كتير مهم بهاي الفترة، واللي عن جد الشباب المقدسي بحاجة كتير للفت الانتباه لهذا الموضوع. احنا في دائرة تنمية الشباب أنشأنا وحدة الإعلام أو البرنامج الإعلامي لخدمة طلاب المدارس بصورة عامة، على استدخال مفهوم استخدام السوشيال ميديا أو الإعلام المجتمعي كأداة للتعبير عن قضاياهم، اهتماماتهم والأمور اللي بتعنيهم.
كمان الدائرة بالتعاون مع مؤسسة فيصل حسيني عندها برنامج جائزة فيصل حسيني للشباب. هذه الجائزة اللي بتشتغل عليها الدائرة منذ حوالي 5 سنوات أو ست سنوات، واللي بنشتغل من خلالها إحنا في المدارس الفلسطينية، وهدفها تنمية الهوية الفلسطينية والحفاظ عليها، وكمان تشجيع العمل التطوعي عند الشباب في المؤسسات الأهلية والوطنية في القدس. كمان الدائرة كان عندها استطاعت إنه خلال السنوات القادمة كمان تتعامل مع احتياجات السكان الفلسطينيين في شمال غرب القدس، في قرى شمال غرب القدس واللي هي منطقة زراعية. هذه المنطقة عزلتها السلطات الإسرائيلية عن القدس وربطتها مع رام الله مع الضفة الغربية، فأصبحت منطقة معزولة. إحنا في هاي المنطقة في عنا برامج زراعية واقتصادية بنشتغلها مع السكان، خاصة في قرية بيت دوكو وبيت سوري. So we provide this farmer with the water network, the pump. This is a diesel pump, and with the tank there. As you can see, with the pump through this pipe, he fill the tanks up there, and then from the tanks he can irrigate the grapes. احنا صرنا كداعم للمزارعين، اول شيء شجعنا ان برضه ندعم المزارعين، ان هذا المشروع بيدعم الستات وبيدعم المنتج الفلسطيني. صرنا احنا ناخذ من المزارعين ونصنع عده اشكال، مثلا من العنب خل، مربى، دبس. خلال يمكن ال 15 سنه الماضيه استطعنا العمل مع اكثر من 40 مؤسسه مجتمعيه وشبابيه قاعديه في محافظه القدس، وكمان قدرنا إنه نصل لحوالي من 10,000 ل 15,000 شاب وطفل في المجتمع الفلسطيني في محافظة القدس، اللي استفادوا من خبرات وبرامج الدائرة بشكل مباشر أو غير مباشر.